كثير من الناس في شهر رمضان المبارك قد يشكل عليهم كثيرا من مسائل وأحكام الصيام، ونحن في قناة المرقاب قد خصصنا لكم ساعة يوميا نستضيف فيها علماء أجلاء ومشايخ فضلاء ليجيبوا على أسئلتكم واستفساراتكم وما أشكل عليكم من أحكام ومسائل الصيام. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن وإياكم بصحة وعافية وأمن وأمان، وكل عام وأنتم بخير.